مساء الخير متابعينا، إليكم نشرة الأحوال الجوية في المملكة العربية السعودية. خلال 24 ساعة المقبلة هذه الليلة تكون الأجواء باردة نسبيا في مناطق عدة من المملكة، وباردة في المناطق المكشوفة والمفتوحة لا سيما في المنطقة الشمالية. تسجل درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة في العاصمة الرياض 10 درجات مئوية، ولكن الأجواء صافية بوجه عام. ارتفاع متوقع درجات حرارة يوم غدا مع استقرار تام في الأجواء في أغلب المناطق. نستعرض معكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين. نبدأها شمالا من سكاكا وعرعر من 20 إلى 5 إلى 6 درجات، تبوك 21 إلى 8. غربا في جدة 29 20، مكة المكرمة 32 19، الطائف 25 14، المدينة المنورة 27 17. جنوب غرب المملكة تكون في جازان 28 23، أبها 22 10، الباحة 18 إلى 13 درجة مئوية. في الإحساء 23 9، الدمام 22 10، حفر الباطن 20 8 درجات. المنطقة الوسطى تكون في العاصمة الرياض 22 11، بريدة 21 8، وفي حائل من 21 إلى 9 درجات مئوية مع أجواء مشمسة بوجه عام. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة حتى اللحظة. دمتم بخير، إلى اللقاء.